الدوافع في مباراة زي دي يا خالد بتبقى عاملة ازاي؟ وهل الفريقين ده طبعا مباراة السنة اللي فاتت بالظبط، بص الفرص مباراة المركز الثالث والرابع السنة اللي فاتت، اعتقد دي المباراة اللي فيها فرصة احمد ياسر ريان. لسه هقول لك يعني كل دي مش فرص قصاد احمد ياسر ريان صحيح، والكرة اللي خبطت في العارضة والجون كان فاضي، كانت على ملعب برضو محمد بن زايد، الملعب اللي هيشهد بكرة المباراة النهائية ان شاء الله. لكن الدوافع في مباراة زي دي يا خالد هتبقى عاملة ازاي؟ هل الفريقين هيكونوا جايين محبطين من الخسارة أمام الأهلي أو والزمالك، ولا بالعكس طبعا دي الفرصة مش ممكن يعني. ده مش دي مش فرصة، ده يعني دي معجزة يعني. ما نتكلم فيها يعني، كل ما نشوفها تحس إن أنت بتشوفها لأول مرة. أيوة زميله وقف ورفع ايده زلكا كان كله يا باشا، والمدافع نفسه وقف خلاص يعني، ما عندوش شانس حتى ان هو يبقى فيه منافسه على الكوره، فاهم؟ لو عايز يحطها في الايام مش عارف يحطها، والله العظيم مش لا ما اعتقدش ان هو الفرق يعني البيراميدز تحديدا دلوقتي بقى عنده عدد من الخبرات، تراكم خبرات ان هو تسمح له ان هو يقوم بسرعه كل بطوله او كل مركز، هو انجاز في حد ذاته ان احنا تاخد مركز ثالث في بطوله رسميه، افضل بالتاكيد من ان انت تاخد مركز رابع، ان انت تاخد 75 الف دولار اللي هي الجائزه بتاعه المركز الثالث، احسن ما تكون سافرت الامارات ورجعت بخالي الوفاض بخفي حنين يعني زي ما بيقولوا. فاعتقد انه الدوافع طول الوقت موجوده، خاصه انه بتتكلم على دوافع اللعيبه بقى، سيبك من دوافع الاجهزه الفنيه ودوافع الادارات، بتتكلم على دوافع اللعيبه دلوقتي. انت بتتكلم على فرقتين يعتبر من الوجوه الاساسيه في الدوري المصري، من اللي بيقدموا طول الوقت مستوى ثابت في الملعب، مستوى مميز كمان في الملعب، سواء تحت قياده يوري شيتش بيراميدز او تحت قياده ايمن الرمادي سيراميكا كليوباترا. عندك عدد من اللعيبه اللي انضموا من هنا لهنا، يعني عندك زلاكا وعندك اسلام عيسى ثلاثي الهجوم، وعندك بالظبط كده زلاكا واسلام وفخري، وعندك الناحيه الثانيه اخذوا منهم صديق اوجولا اللي هو واحد من ابرز اللعيبه اللي في الدوري المصري عموما، مش 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 طبعًا. في سيراميكا كليوباترا فقط طبعًا. فعندك الدوافع بتاعه اللعيبه دي اللي عايزه تثبت انه انه انا رايح ابقى صفقه سوبر وان انا اقوم الفرقه والكلام ده كله. وفي نفس الوقت اللعيب كل فرقه من الاثنين خسروا عدد من الصفقات كبير، يعني بتتكلم على انا بالنسبه لي الخاسر الاكبر هو سيراميكا كليوباترا، انه بيخسر في موسم واحد بيخسر محمد ابراهيم، بيخسر صديق اوجولا، بيخسر احمد ياسر ريان، بيخسر خالد صبحي اللي هو المدافع المميز المنضم لمنتخب مصر والكلام ده كله. فكابتن ايمن الرمادي عايز يقول انه انا مدرب كبير وعلى الرغم من كل دوت، واللعيبه عايزه تقول ان احنا لعيبه كبار على الرغم من كل الخسائر دي، الا ان احنا قادرون على ان احنا نتوج بميداليه، ما خدناش اول او تاني على الرغم من استحقاق بحيي نجيب على الكلمه اللي قالها، فكره انا بحيي استحقاقهم ان هم صدقوا ان هم يقدروا يلعبوا على الاهلي والزمالك هذا الاداء الكبير، بس هو كان ينقصهم فقط ان هم يصدقوا انه يقدر يكسب. يعني سيراميكا كليوباترا بيراميدز، لا بيراميدز الحظ فقط او التوفيق هو من عانده شويه، بس سيراميكا كليوباترا لا هو سيراميكا كليوباترا كان بيلعب كويس جدا، بيروح في الامتار الاخيره هو مش مصدق ان هو ممكن يكسب الاهلي، فكان المجهود الجبار اللي بيعمله في طول الملعب وعرضه بينتهي في الاخر بشكل مخيب للامال. دلوقتي الوقت بتاع ان احنا خلاص بنلعب زي ما نجيب كان بيقول وزي ما انت كنت بتقول، بدون ضغوط، بنلعب من غير جمهور شادد علينا، بنلعب من غير فريق لسه خسران من المنافس التقليدي بتاعه الماتش الاخير في السوبر الافريقي، او فريق فارق التريبل عن الفريق الثاني اللي هو 15-5 اللي هو الزمالك، فكل واحد عنده الضغوط الخاصه بيه، دول ما عندهمش. فهتتفرج على ماتش كوره كويس وكل واحد فيهم بامكانه ان هو يقتنص المركز الثالث.